يا بس حرام عليك ما عملت لك حاجة. ولا انا مش ناقص استعباط. هتنطع عليكوا شركة ومين بيصرف لكم البضاعة ولا خلوهم يدفنوك هنا؟ يا باشا حرام عليك يا باشا، كتير اللي انت بتعمله فيا ده. انا حاسس ان الدم كله دخل في نفوخي، حاسس ان دماغي دي عمالة تكبر تكبر تكبر. يعني لو قعدت تضرب فيا كمان 10 دقايق راسي هتكبر قوي، مش هعرف اخلع الفانيلا، هتعمل مشكلة كبيرة. انت لسه ما فوقتش من الهباب اللي انت مبلبعه وليك نفس تهزر؟ هاتوله مية بملح واربعوها له، خليه يستفرغ ويفوق ويعرف يجاوب. يا باشا ملح ايه؟ هو لا مؤاخذه يعني انا هنقع رجلي ولا حاجه؟ عايزني افوق يا باشا؟ هات لي شويه شاي كده سكر زياده ومعاهم سيجاره حلوه، تلاقي الدماغ دي عليت قوي وقعدت اقول لك كل الكلام اللي نفسك تعمله وتقوله وتسمعه، كل حاجه زي السكينه في الحلاوه، وابقى كده يعني اضرب.